أنا معانا الأخ شعبان من مصر، أستاذ شعبان تفضل. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بحضرتك. أهلا بك، الله يكرمك. الله يفضل. عزيز، لو سمحت الشيخ، تفضل. الواحد لو قرأت، لو بنصلي مثلا، بنصلي النوافل في البيت، بنصلي من التليفون الموبايل المحمول، يعني هل ده يجوز يعني؟ ولو صليت برضه الفرض هل ده يجوز ولا لا؟ تقرأ القرآن من الموبايل أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة يعني، في الوقت يعني الفرض أو السنة يعني، أو تمام تمام يا حاجة استاذ كده شعبان، يعني. تسمع الاجابه ان شاء الله من الشيخ. شيخنا، هل يجوز ان الشخص يقرا القران من الهاتف اثناء الصلاه، سواء مثلا في السنه او في الفرض؟ طبعا يعني كثير على كراهية ذلك، كثير من الفقهاء المعاصرين على كراهية ذلك، وبخاصة أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا فوق ما نطيق. إذا قرأنا آية واحدة أو 3 آيات أو سورة قصيرة من قصار السور في الفريضة فتكفي بإذن الله تعالى. أما في النوافل فأباحها كثير من الناس أيضا، طالما أنها لا تؤدي إلى عمل كبير. إذا كنت أريد أن أطيل مثلا، أصلي بجزء كامل أو بجزئين أو بثلاثة، وأنا لا أحفظ، لا أستطيع أن أحفظ ذلك في النوافل، فلا بأس أن نستعمل ذلك في النوافل. أما الفرائض فإما أننا نصليها وراء الإمام، وهذا طبعا أفضل ويرفع عنا هذا الأمر إذا كان يطيل أو يقصر لا بأس. أو إذا يعني صليتها في بيتي ولم يعني أستطع أن أصليها في المسجد، أو المرأة التي تصلي في بيتها تصلي بقصار السور ولا تحتاج أن تمسك بالمصحف في يدها أو التليفون في يدها، وتجعل ذلك في النوافل وفي التهجد وفي قيام الليل وفي يعني تراويح رمضان وغير ذلك بغير بأس، طالما أنها لا تحدث عملا كبيرا، تستطيع أن يعني من خلال مسكها لهذا التليفون أن تقرأ منه ما تشاء. طب لكن حمل المصحف نفسه مولانا مباح؟ نعم، حمل المصحف في الصلاة نفسه يعني ليس هناك مشكلة فيه؟ حمل المصحف ليس فيه مشكلة، يعني هم كرهوا ذلك في الفريضة، كرهوا ذلك وليس هذا حرام ولا يبطل الصلاة لا في الفريضة ولا في النافلة، لكن العلماء كرهوا أن يحمل المصحف أو التليفون في الفريضة، لأنه لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى التطويل الشديد في صلاة الفريضة، لكنه إذا كان يحتاج إلى التطويل في صلاة النافلة فيحمل المصحف نفسه، يضعه على حامل، يحمل التليفون يضعه على حامل لا بأس، يعني كلما كانت الحركة قليلة في الصلاة كلما كان ذلك أدعى إلى الخشوع وإلى استحضار القلب في الصلاة.